بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب كل لينكس. مايكي طايح شوي. اليوم بتكلم عن رازبيري باي، حلقه جديده من برنامج وش من جديد. برنامج وش من جديد بتكلم غالبا عن تجربه سويتها مع برمجيات الحره او عن خبر جديد. قبل ما نبدا، في تحت رابط حق تصويت، ابيكم تدخلون على التصويت هذا وتصوت. اوكي، مقبول انك تصوت. ثلاث خيارات، ممكن تختار ثلاث خيارات خلال التصويت هذا وتصوت. شوف الرابط تحت. طيب انا قرب شوي. وش الرازبيري باي؟ اوكي، الرازبيري باي هذا الرازبيري باي عباره عن كمبيوتر مصغر بمعالج اي ار ام. اوكي، يدعم اشياء كبيره وخرافيه جدا. مسموح لك انك تعمل تطوير على اجهزه الكترونيه طبعا. لو حبينا نشوف الجهاز عن قرب مثلا، طبعا هذا اخر جهاز نزل، في عندي واحد ثاني اوكي اللي هي البي، هذا البي بلس. زين، الفرق طبعا بينهم، ما انا مو بدرس حق مقارنه بين الاثنين، ولكن عشان تكون بالصوره، هذا البي وهذا البي بلس وهذا البي. زين، الفرق بينهم زي ما شايفين هذا اللي هو منفذ الصوره. زين، ليش جبت لكم اليوم؟ لانه في بعض الناس ممكن حاب يسوي مشاريع بشاشات. اوكي، والشاشات هذه ممكن تشغل عن طريق هذه. انا وش ممكن اسوي بهذا؟ طيب وشو اشتريه؟ انا اعلمك شو تسوي. خلص شاي. الجهاز طبعا زي ما شايفين مصغر جدا جدا، بحيث انه يكون كمبيوتر متكامل بالمنطقه هذه فقط. المعالج سرعته 700 والرام 512. زين، بس يعني وش تتوقع من شيء هالكبر؟ زين، في بالبيبو طبعا اللي هو البي بلس، في منافذ 4 يو اس بي هنا. اوكي، زين شايفين منافذ يو اس بي 4، هذه يو اس بي 2 ترى. وطبعا ما في كهرب قوي هنا، اذا كنت تفكر مثلا تشغل هارد ديسك خارجي فانت لازم تجيب لك يو اس بي هاب يكون في باور مستقل. زين، في عندك هنا منفذ اللي هو الشبكه، ممكن توصل الشبكه من هنا. في هنا اقول لكم شيء، خلنا نسوي زوم. جيد جيد. طيب هنا بالمنطقة هذه فيه زي ما انتم شايفين منفذ الاتش دي ام اي. اوب، قرب شوي، اسحب، ما راح اسوي فوكس عشان في زوم، ولكن هنا منفذ الاتش دي ام اي. اوكي، هذا منفذ الاتش دي ام اي وهذا منفذ الصوت. جيد، فانت ممكن توصل كيبل الاتش دي ام اي وهنا ممكن توصل كيبل الصوت. طبعا هذا هو حق الطاقة بالمكان هذا، عبارة عن اي مايكرو يو اس بي ممكن توصله هنا وتشغله. طبعا الكهرب حقه ما يتطلب كهرب كبير، انت ممكن توصله بالديسكتوب اليو اس بي العادي، اي يو اس بي عندك ممكن توصله من هنا ويشتغل، على شريطه انه يكون هذا اليو اس بي مايكرو. اوكي، مايكرو يو اس بي. طبعا يفضل انه ما يتعدى، هو 5 فولت اصلا، ولكن ما ادري كم ملي امبير بالضبط. اوكي، انت ممكن تشوف المانوال حقه وتاخذ معلومات اكثر. على كل حال، في برضه هنا المنفذ حق الكاميرا، في كاميرا خاصه للرازبيري باي. مو بشرط انك تجيب الكاميرا هذه عشان تشغل كاميرا، ممكن تجيب كاميرا يو اس بي ترى وتشغل عادي جدا. وفي بالمنطقه هذه اللي هو حق الشاشه، فانت ممكن توصل شاشه هنا. طبعا في شاشات بحجم الرازبيري باي نفسه، يعني بالحجم هذا فقط، في عندك شاشات تاتش، فممكن تحط الشاشه تاتش فوقه. وش طيب وبعدين جيب شاشه؟ انا ليش اشغل هذا يعني؟ ايش الغرض؟ ممكن انك تجرب حاجات جميله جدا. المغري بالموضوع انه سعره رخيص، هذا سعره 35 دولار. نعم، 35 دولار فقط. الاشياء اللي انا جربت عليه، اوكي، اول شيء جربت اللي هو السيرفر، بما ان شغلتي سيرفر اصلا. اوكي، فجربت انزل على ويب سيرفر اون كلاود. اوكي، ما كانت تجربه مرضيه ابدا، مو مثل طعم الشاهي. طعم الشاهي ده حلو رهيب. اوكي، لكن التجربه كانت متواضعه جدا نظرا لامكانيات الجهاز، يعني عاديه. لكن التجربه المبهره اني جربت اسوي عليه ميديا سنتر، اللي هو المسرح منزلي تقدر تقول. اوكي، فاجربت استعنت عليه مسرح منزلي في نظام الاكس ام بي سي. اوكي، طبعا نظام التشغيل الخاصه بالجهاز هذا اغلبه نظام لينكس. اوكي، طبعا انتم شايفين بالمنطقه هذه ترى في مايكرو اس دي كارد، شايفينها هذه مايكرو اس دي، عارفينها طبعا اكيد، الذاكره هذه. اوكي، الذاكره هذه في مكان ما قرات انه اب تو 64 جيجا بس. زين، طبعا لينكس 8 جيجا تكفيك ترى، ممكن تحط تخزين خارجي. طيب اللي مسيطر على الوضع بنظم التشغيل برازبيري باي هي اللينكس. زين، ما راح تشوف ويندوز، انسى، ماك ما فيه، انسى، لكن فيه شو اسمه لينكس. وفي نظام ثاني يا ربي شو اسمه، ادخل على الموقع ذا وتشوفونه، ابيكم تدخلوا موقع رازبيري باي دوت اورج. طيب جربت عليه اللي هو الميديا سنتر، طبعا هي عباره عن توزيع اصلا. التوزيع الافتراضي اللي غالبا تحصله موجوده مع شو اسمه مع الرازبيري باي، اللي طيب دائما يعني الناس تشتغل عليها، اللي هي رازبيان. رازبيان عباره عن توزيع ديبيان ويزي معدله انه تشتغل على الرازبيري باي، طبعا مع بعض الاضافات للمكتبات الخاصه بالجي بي اي او مثلا. اوكي، ايش الجي بي اي او؟ الحين بعلمكم الجي بي اي او هذا. زين،
جربته اللي هو الميديا سنتر طبعا نظرا لانه فيه منفذ اتش دي وفعلا الصوره خرافيه جدا كانت التجربه مرضيه جدا. اوكي العلاج تسوي انك توصل منفذ اتش دي هنا كيبل شبكه عفوا كيبل اتش دي بالمنطقه هذه وبعد ذلك يا عزيزي استمتع بمشاهده الافلام عاليه الدقه. طبعا النظام الاكس ام بي سي مو مجرد مشاهده افلام, مشغل موسيقى ومشاهده افلام وفي ايضا اضافات زي مثلا اضافه اليوتيوب وفي قنوات تجي قنوات اونلاين هذه ممكن تحط له مثل قناه فوكس قناه الجزيره ايضا موجوده في قنوات كثيره ممكن تضيفها على الاكس ام بي سي. طيب هذا بالنسبه لي المسرح. التجربه اللي كانت فله اللي هي الجي بي اي او. الجي بي اي او هذه عباره عن المسامير اللي موجوده هنا اوكي ما ادري واضحه كذا ولا كذا كذا بتكون واضحه يا استاذ استاذ استاذ. طيب انا لازم اخليكم تشوفون هذا لانه مهمه جدا تعرف ايوه ممتاز. المنطقه هذه حقت المسامير, المسامير هذه عباره عن منطقه ممكن توصل فيها كيابل كيابل انبوت واوتبوت اوكي داخل خارج زين بحيث انك تقدر تعمل مشاريع الكترونيه من المنطقه هذه. طبعا المنطقه هذه قابل انه تزيده بمعنى اخر انه ممكن تجيب قطعه الكترونيه ثانيه وتوصلها بالقطب الرازبيري نفسه عن طريق اللي هو الجي بي اي او ماشي بحيث ان الاثنين يتعاملون مع بعض. طبعا مو بشرط رازبيري باي رازبيري باي يوصلون مع بعض. انا شفت مشروع واحد ما ادري كم والله موصل ما ادري والله كثار رازبيري باي جايبهم كثير موصلهم بطريقه عنقوديه. طيب ايش تقدر تسوي هنا؟ انت ممكن تجيب كيبل زي الكيبل هذا اللي يسمى ميل فيميل اوكي بحيث انه توصل الرجال هذا هنا اوكي بالمنطقه هذه ممكن توصل اوبس اوكي وصلنا زي ما انت شايف توصل كيبل بالمنطقه هذه اوكي ممكن تجيب كيبل ثاني توصله في مكان اخر اوكي حسب يعني البرمجه اللي انت بتسويها اوكي ولكن ممكن نجيب الكيبل هذا مثلا نوصله مثلا هنا اوكي فوصلنا الحين كيبلين وبعدين بعد توصل الكيابل تقوم تبرمج النظام عندك ان هذول عباره عن اوتبوتس اوكي والاوتبوتس هذه ممكن تشغل فيهم حاجه معينه فمثلا ممكن تطلع اشاره كهربائيه ديجيتال طبعا من المنطقه هذه انه مثلا تطلع اشاره كهربائيه لمده نص ثانيه مثلا او ثانيه اوكي بحيث انه الكهرباء يطلع لمده ثانيه ثم يتوقف ينقطع مره ثانيه. ايش الغرض منه؟ ممكن انك تشغل روبوت مثلا عليه زين فعندك روبوت معين خارجي ممكن توصله. طبعا بعد ما توصل الروبوت مثلا ممكن تشغله من هنا. طبعا الروبوت ميزته طبعا الجهاز هذا انه صغير وفي اوبريتنج سيستم ممكن توصل عليه انترنت ممكن الروبوت حقك يروح يمشي بعيد وتوصل تحكم عن بعدات زين. في البريد بورد اللي ممكن تجيبه ايضا معه البريد بورد هذه اوكي البريد بورد هذا عباره عن جهاز ممكن توصل فيه كهرب هنا اوكي طبعا عكسته بس عشان الدرس اوكي ممكن توصل الكهرب حقك هنا بالمنطقه هذه ثم تبدا تسوي تجارب عندك يعني توصل هنا مثلا مقاومه تحط هنا لمبه تحط مروحه تحط مثلا شاشه ديجيتال من الاشياء اللي ممكن تسوي طبعا اذا تعرفون الشاشه هذه الديجيتال اوكي فانت ممكن تشغل الشاشه هذه عليه الى اخره يعني اوكي مشاريع جديد جدا جدا ممتازه من باب اللعب يعني جرب. طبعا الموضوع كله سبب اختراع الرازبيري باي هو عشان تبسط فهم الكمبيوتر والالكترونيات للطلاب. المشروع نجح وصارت الناس كلها تشتري كل هب ودب قام يشتري رازبيري زين فانا قمت سويت رازبيري عشان اصير من هب ودب وانبسطت صراحه جدا. المشاريع اللي انا شفتها كثيره صراحه الرازبيري لكن في مشاريع قويه وفي مشاريع عاديه يعني حسب امكانياتك وحسب اللي انت بدك تسويه. فانت ممكن توصل الجهاز مثلا اي ار هنا اوكي او اي سنسور تبي اوكي اي سنسور تحطه بحيث انه مثلا لو مر شخص من جنب الجهاز هذا يصوره بدون ما يدري مثلا اوكي ممكن تحط عليه كاميرات مراقبه ممكن تحط عليه سيرفر ممكن تسوي حاجات كثير جدا نظرا لان صغر حجمه وتكلفته جدا رخيصه زين. شحنه اغلى منه صراحه شحنه من برا لا صراحه لا شحنه لا ارخص لكن على كل الجهاز جميل جدا وانصحكم تجربونه. طبعا الجهاز بنهايه المطاف عباره عن جهاز صغير ممكن تسوي له تابي زي ما قلت لكم هذه الذاكره طبعا صغيره. الجهاز السابق اللي وريتكم قبل شوي لا ذاكرته كبيره اس دي اوكي هذا مكانه. ما علينا من الموضوع ذا. الموضوع انه ممكن بنهايه الموضوع انك في علب كثيره خاصه بالرازبيري باي فانت ممكن تحفظ الرازبيري بعد ما تسوي مشاريعك ممكن تحفظها في مكان ما زي ما شايف ممكن تحطها في علبه زي هذه ثم تقفل عليه في المكان هذا. طيب خلاصه الحديث انه الرازبيري باي اذا انت شخص تحب الالكترونيات تعبت برمج الكترونيات وتعدل وتبدل وتشوف شو يصير وش بيصير انصح تاخذ لك واحده من ذولي. في كتاب عربي اسمه رازبيري ببساطه الرازبيري باي ببساطه هذا عباره عن كتاب عربي فيه شرح الرازبيري. طبعا في شروحات كثير جدا اذا كنت انت عندك لغه انجليزيه ممكن تدخل على المنتدى او مجتمع رازبيري باي وتشوف مشاريع كبير جدا تستلهم افكار منها
وتسوي مشاريعك. هذا هو درسنا اليوم حق وش من جديد. تجربتي كانت وناسه هنا اوكي. مشروع السيرفر فشل نظرا لانه مو بذيك الامكانيات زين، ولكن مشروع الكهرب والروبوتكس بيكون ان شاء الله مشروع كبير جدا، وروح نمشي ان شاء الله نشوف شو وصل له. نشوفكم ان شاء الله بعدين طبعا اذا ما انفجر بوجهي هذا ومت. مع السلامه.